كل الشكر على ما بذل من جهد في هذا المشروع يا دكتور. الحمد لله، يعني على طبعا المجموعه اللي كلها اشتغلت، الطاقمات القانونيه اللي اشتغلت في صياغه هذه اللائحه، اتمنى يعني من الله ان هي تلقي ثناء وراي الجمعيه العموميه، وفي النهايه وفي الاخر احنا اجتهدنا، واذا كان هناك نقص فنحن بشر، واذا كان هناك احتمال فهذا من رب البشر، فبالتالي ده في النهايه هو راي الجمعيه العموميه، اما ان تقره واما ان تعدله او تغيره، ففي النهايه هو. طب سؤال بسيط قوي يا دكتور محمد، هو احنا التصويت هيكون على اللائحه ككل؟ يعني لو واحد مش عاجبه مثلا بند ما يقدرش يرفض البند ويوافق على بقيه اللائحه بحيث ان يحدث تعديل على البند ده؟ تيكت اور ليفت، انما ولا ايه اللي هيحصل؟ لا، هو طبعا التصويت على اللائحه ككل يا باشمهندس ان انت بترفض اللائحه او بتقبلها، ثم بعد ذلك ادارتها في الجمعيه العموميه تغيير اي بند من بنود تلك اللائحه، فمن الممكن ان يتم هذا التغيير في اجتماع جمعيه عموميه غير عادي. غير عادي في النصاب غير عادي، تجتمع الجمعيه العموميه في اجتماعها الغير عادي تبدا تغير او تبدا تعمل. ودي نصابها قد ايه يا دكتور؟ لان قالوا 20%. احنا قلنا 5% في هذه اللائحه، بحيث ان هي تقدر ان انت تقدر تعدل، لان مش من المنطقي ان انت تجيب في جمعيه عموميه غير عاديه 10,000 و12,000. وانا عايز اتكلم في النقطه دي مهمه جدا. لا لا، الجمعيه العموميه الغير عاديه، غير عاديه بصفه عامه ب 20%، مش كده؟ نعم. طب 20% من عدد الاعضاء، يعني انت برضه بتتكلم على تقريبا 30,000، مش كده؟ انت اكتر. حضرتك الجمعيات العموميه غير العاديه انت بتتحدث على امور من شانها ان تغير من فلسفه ومن رؤيه ومن نظام ومن هيكل مجلس الاداره ومن لائحته، فبالتالي ان انت بتحاول ان انت تؤكد على حضور الجمعيه العموميه، ده امر طبيعي ومنطقي علشان خاطر تضمن ان عمليات التغيير هي عمليات تغيير موضوعيه وليست عمليات تغيير وفقا لاهواء شخصيه. لمزيد من الجديه، انت بتحط مجموعه من النصوص وفي النهايه انت ادارتك، لان انت ممكن زي ما حصل قبل كده يكون صاحب ثقه، فمش معقول هتسحب ثقه ب 2000 واحد ولا ب 1500 واحد. طبعا يعني مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي ما ينفعش ان انت تهزها بنصوص صغيره يعني. طيب دكتور، انت اشرت الى انه كل نص بشري قابل للاختلاف والاتفاق عليه وقابل للنقاش. خليني من على الارضيه دي اناقش معاك الماده 23 والماده 24 والاثنين مرتبطين ببعض. من منظور الناس اللي هي الانتقادات اللي وجهت بالظبط او المنتقده بالظبط، عشان نوضح للناس ده اسراء لهذا الحوار يا دكتور. تعقد الجمعيات العموميه في حاله انتخاب مجلس الاداره من خلال عقد لجان انتخابيه باحد مقري النادي بالجزيره او مدينه نصر، ويشرف على هذه اللجان اعضاء من الهيئه القضائيه. يعني ايه الانتخابات هنا او هنا؟ يعني يمكن ان تجرى الانتخابات فقط في الجزيرة أو في مدينة نصر دون، يعني خلينا الجزيرة إن هي ده الطبيعي، يمكن أن تجرى الانتخابات في مدينة نصر فقط؟ لا لا لا، هو النص هنا فلسفة طبعا، المادة دي احنا أضفناها بحيث إن احنا بعد ذلك نسهل على أعضاء الجمعية العمومية الحضور، لأن أنت عندك إشكالية في نادي الأهلي فرع الجزيرة إن المكان يعني صعب جدا عملية التجمع العدد الكبير. مجلس إدارة النادي الأهلي ده عملية مؤثرة جدا، احنا محتاجين ان احنا نعظم دور الجمعيه العموميه من اطار هذا الدور. انت من المفترض ان انت لا، ما فلسفه القرار واضحه، لكن هو السؤال الاستاذ ابراهيم بيقول لك هل ده يتصادم مع القانون؟ لا لا، استنى بس الاول، انت سالت لا. سؤال انت النص هنا بيقول، معلش يا دكتور خليك معانا، النص هنا بيقول ايه؟ تعقد الجمعيات العموميه في حاله انتخاب مجلس الاداره من خلال عقد لجان انتخابيه باحدى، يا ريت تصلح، باحد مقري النادي بالجزيره او مدينه نصر. يعني ممكن واحد منهم بس ولا الاثنين؟ لا، وفقا لطبيعه هذا النص انت ممكن تقيم الجمعيه العموميه هنا او هنا، وممكن ان انت تقيمها في الجزيره. يعني ممكن تعمله لحظه بس نتوقف، يعني يا تعمله في مدينه نصر يا تعمله في الجزيره. يا تعمله في مدينه نصر يا تعمله في الجزيره، كلها ملك الاصول من اصول النادي، النادي بقى بيحدد. احنا بس بالاول بنفسر البند، ما بنعلقش، يعني معنى هذا الكلام يا تعمله في مدينه نصر يا تعمله في الجزيره. كامل يا ابراهيم.
هناخدك واحده واحده عشان الناس تفهم معانا. الماده اللي بعديها بقى ارتبطت بيها وخلفتها، يعني هنا هنا او هنا، اوكي؟ يعني في مكان واحد، يا هيكون يا الجزيره او مدينه نصر. الماده 24 التاليه ليها: يجوز لاعضاء النادي الادلاء باصواتهم في حاله انتخاب مجلس الاداره او اي عضو من اعضائه، يعني لو انتخابات تكميليه، في مقري النادي. رجع جماعهم تاني، الجزيره ومدينه نصر. لا، الماده دي لم تخالفتها. اذا انت اقمت الانتخابات في مدينه نصر فيجوز لاعضاء الجزيره ان يذهبوا الى مدينه نصر، واذا اقمت الانتخابات في الجزيره. يا دكتور معلش، طيب بعد اذن حضرتك الماده الاولانيه المفاضله واضحه جدا، الجزيره او مدينه نصر، في كلمه او. يعني يا ده يا ده، اوكي؟ انا ده مقري. الماده الثانيه التاليه ليها قالت لك في مقري النادي الادلاء باصواتهم في مقري النادي، يعني رجع جمعهم تاني. هو المقرين في انا بحط صفه احتماليه، نفترض ان انت اقمت. لا معلش، انا بحط صفه جوازيه هنا للنصر. يا دكتور معلش، بس بعد اذن حضرتك، اصل دول مادتين تاليتين، الاولانيه الانتخاب في مكان واحد هنا او هنا، this or this. بعد كده اتقال لا، ده الاعضاء يدلوا باصواتهم في المكانين، بقى في عطف الجزيره ومدينه نصر، فبانت المساله. يعني احنا كان ممكن نعملها ازاي يا دكتور؟ بعد ما قلنا في حاله انتخاب مجلس اداره باحد مقري الجزيره او في مقري الناديين، يعني كان ممكن تتعمل ماده واحده بتدي كل الاحتمالات، يا تعمل في الجزيره يا تعمل في مدينه نصر يا تعمل في المقرين. ليه خليناهم مادتين؟ يعني انا بقول ايه عشان ليه المادتين؟ عشان ما نخليش حاجه تعارض حاجه بقى. النص هنا نص جوازي، بمعنى ان انا ممكن من خلال هذا النص ان انا اقدر انظم الانتخابات دي. هي مشكله الجمعيه العموميه بس في عمليه الانتخاب ايه؟ ان اليوم الاجتماعي اللي هو الخاص بانتخاب مجلس الاداره هو يوم اجتماع لجمعيه عموميه عاديه، والاصل فيه ان انت بتقر فيه الميزانيه في هذا اليوم. بتناقش المجلس. ده اللي انا هسالك فيه بقى، ده اللي انا هسالك فيه. فبالتالي هي دي كانت الاشكاليه قصاد ان انت تحرك الناس ازاي. فبالتالي انت اتحت الفرصه ان انت من الممكن بموجب هذا النص ان تعقد انعقاد الجمعيه العموميه اللي تناقش المجلس في عمليه الانتخاب، في عمليه الميزانيه الماليه في الجزيره، ثم تطلق عمليه الانتخابات في المقرين. تمام؟ بحيث ان انت لا طب لا لا لا, لا عمليا هنا في تصادم واضح جدا يا دكتور بعد اذن حضرتك. جدول الاعمال بيتضمن من ضمن بنوده مناقشة الميزانية والحساب الختامي والإدلاء بالانتخاب وما يستجد من أعمال لو كان في أي بنود مقترحات مطروحة. أنت هنا لما جمعت الانتخابات هتتعمل في المكانين وفقا للمادة 24، هنا مفيش أي نص. طب أعمال الجمعية العمومية لمناقشة بقية بنود جدول الأعمال، يعني مجلس الإدارة هيحاسب وهيناقش من قبل الجمعية العمومية في الميزانية، فين؟ في أنهي مقر؟ ده في الجزيرة وفي مدينة نصر، الاثنين فيهم انتخاب في يوم واحد. أنت حضرتك دي لائحة النظام الأساسي، لائحة النظام الأساسي كويس. أنا لا أضع فيها لائحة النظام الأساسي بالنسبة للأندية هي الدستور الأعلى، فبالتالي هي النظام العام الذي يحدد العمل، ولكن في النهاية هيبقى في لجنة انتخابية تحدد طبيعة انعقاد ذلك اليوم. هل إحنا هنقعد نناقش الميزانية؟ ماشي خلاص. هو عشان ما نخش اصل دي هنفضل نقول نفس الكلام، هو بيرد رد بيقول لك انا بحط لك دستور وانت حط بقى لائحه تنفيذيه او سيبها للجنه الانتخابيه. ده رده هيرد. لكن خلينا بقى، طب انا بقترح صياغه عشان بدل ما نعملهم مادتين نخليهم كلهم في ماده واحده، ويجوز يعني بعد ما نخلص الفول ستوب الهيئات القضائيه في 23، ويجوز لاعضاء النادي الادلاء باصواته يبقوا بند واحد. ليه اسمينهم على 23 و24؟ مفيش ما يمنع، هي الفكره بس هي عمليه التوضيح للناس عشان الناس تبقى فاهمه ان الهدف من المادتين دول هو كده بتربط اكتر. يعني اذا كنا نقدر نتدارك دي وندمجهم في ماده واحده، في ماده واحده بنفس الصيغه، يعني بس الاثنين يبقوا 23.
مفيش ما يمنع ماشي يا بيه. هي في النهايه احنا بنستهدف ان احنا طيب هتروح في المطار وانت بتاخد. طيب بوضوح يا دكتور، لان انا الحقيقه للاسف القانون 71 مش قدامي. هل مفيش هل النص ده لا يتصادم مع صحيح القانون اللي هو اتقال من قبل اللجنه الاولمبيه انه اجراء الانتخابات في المقر الرئيسي المشهر فيه النادي ده نص في القانون؟ هل معلوماتك ده موجود نصا؟ استاذ ابراهيم بس انا عاوزكم تسمعوني بس في الجزئيه. اتفضل. تمام. اولا لا يوجد نص في الميثاق الاولمبي يعطي الحق للجنه. انا بالنبي بتكلم على القانون 71 بعد اذن حضرتك، لانه دي اللائحه التنفيذيه للقانون، واخد بالك؟ لا لا ما فيهوش ده المهم. ما حددليش ولا توجد اي سلطه في العالم تستطيع ان تتدخل في عمليه تحديد اجتماع الجمعيه العموميه لمؤسسه رياضيه، ده مش موجود في العالم ولا يوجد نص. وانا كنت طلبنا يا جماعه القضيه ليست خناقه، القضيه قضيه قانون وتفسيرات. بالظبط، ما ده اللي انا بسالك عليه، يعني المعايير الدوليه والميثاق الاولمبي ده قضيه ثانيه، لكن انا بتكلم على لائحه تنفيذيه مش موجود، يجب انها تقيد بنصوص القانون وصحيح. ده مش موجود. وبعدين كويس، مش موجود في القانون. كويس. مين يشرف على الانتخابات بقى؟ اشراف قضائي. من قبل مين؟ يعني انا عندي الماده 27 عشان توضح للناس، يؤلف مجلس الاداره لجنه باشراف قضائي. يعني هنا اللجنه المجلس الاداره هو اللي بيشكل لجنه قضائيه مش كده؟ نعم، يؤلف مجلس الاداره لجنه باشراف قضائي وعدد كافي من المعاونين للاشراف على انعقاد الجمعيه العموميه بما فيها الانتخابات وفرز الاصوات واعلان النتيجه واختار اللجنه الاولمبيه. يعني انا هنا اللجنه الاولمبيه فقط بتختار، لا تراقب انعقاد الجمعيه مش كده؟ ليس لها علاقه. تمام. اذن يعني دلوقتي بقى مساله تحديد اللجنه اللي بتراقب الاجراءات سلطه مجلس الاداره مش الجهه الاداريه. سلطه مجلس الاداره هو اللي بيؤلف تلك اللجنه باشراف قضائي من اعضاء النادي، ويجوز لمجلس الاداره من خلال اللائحه التنفيذيه للجنه الانتخابات اللي هي هتؤلف ان هي تستعين باحدى الجهات القضائيه في الدوله للاشراف الكامل على العمليه الانتخابيه زي ما هو معمول به في القواعد الاجرائيه الخاصه. يجوز لكن مش يلتزم. 15 يجوز ولكن لا يلتزم. ما انا بقول لحضرتك وفقا. خلي بالك يا دكتور فضل الله، احنا بنناقش اللائحه اللي مش معموله في للظرف ده معموله كل المجالس الاتيه باذن الله دستور باحتمالات كبيره جدا، بشخصيات ما احناش عارفين هتكون مين هي، بتوجهات كل مرحله، بظروف مختلفه كتيره جدا، وفي تخوف ان كل واحد ياخد من الميزات دي بعض المصالح الخاصه. يعني احنا مش بنتكلم على اللحظه الانيه وان احنا عارفين كل الناس وانه كلهم طالعين من وصدق توجه من مناخ واحد وكلهم متربيين بسلوك واحد وكلهم شافوا النادي الاهلي بيتصرف ازاي، لكن كمان 10 سنين الامور هتختلف. اللي انا اؤكد عليه يا باشمهندس عدلي ان مجلس الاداره لم يتدخل في اي نوع من انا متاكد مش بتكلم على المجلس ده، انت تضمن هذا في المجلس بعد اللي جاي؟ مش اللي جاي بقى كمان، بعد اللي جاي؟ لا مش عارفين مين. طيب ده برضو الماده 41 يا دكتور فيها لبس محتاج يوضح شويه. لا يجوز الجمع بين عضويه اكثر من مجلس اداره ناد، ولا يجوز الجمع بين عضويه النادي وعضويه مجلس اداره اتحاد رياضي. يعني عضو مجلس اداره النادي الاهلي ما يبقاش عضو في مجلس اداره نادي الصيد مش كده مثلا؟ نعم. او ما يبقاش عضو في اتحاد الكره او اتحاد السباحه. ما ينفعش ان الاستاذ ابراهيم يبقى عضو مجلس اداره. تمام ما ينفعش يبقى مع اتحاد. طبعا. تمام. كما لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس اداره النادي والمعلن لدى والعمل لدى النادي بمقابل او دون مقابل. بدون مقابل مش باينه. يعني ايه بدون مقابل؟ يعني عضو مجلس اداره النادي الاهلي دلوقتي سين او صاد، هو بيعمل لصالح النادي في ملف ما بدون مقابل، او في اشراف على لجنه، او اشراف على لجنه، او اشراف على قطاع نشاط رياضي مثلا، ما يخشش في اي عمل تنفيذي فيه اتخاذ قرار سواء كان هذا العمل بمقابل او غير مقابل. على فكره يبقى لازم تتقال العمل التنفيذي بقى، لان انا بموجب النص ده ما ينفعش عضو مجلس الاداره يساعد في دعم النشاط الرياضي مش دعم. لا استنى بس يعني ما هو العمل ما تيجي ندي امثله محدده. يعني مثلا في وقت ما كان عضو مجلس اداره رئيس لجنه هندسيه،
وفي عضو مجلس اداره رئيس لجنه ثقافيه، وعضو مجلس اداره رئيس لجنه الاستثمار، او عضو لجنه الكوره، او عضو مجلس اداره الكوره، بيبقى لها تفويض خاص. خلاص، ما هو بموجب اللائحه لا يجوز. مثلا هل ده معناه ان انا كعضو مجلس اداره، نرجع بقى للفلسفه اللي كان الكابتن صالح بينادي بيها، ان عضو مجلس الاداره هو عضو داخل حجره الاجتماعات وليس له اي علاقه بالعمل التنفيذي او اللجان او الحاجات دي؟ يعني هي دي التارجت بتاعها هتبقى كده؟ ودي فلسفه ورؤيه ثاقبه من الكابتن صالح سليم، هو ده نظام الاحترام. انا راجل عضو مجلس اداره باشرع للسياسات، اما فيما يتعلق بالنظام المحترف اللجان بقى والفرق والادارات دي هي لناس متخصصه محترفه. يعني النهارده انا بعمل بطوله يا دكتور، زي ما شفنا كلفنا، قال ان فلان عضو المجلس رئيسا للجنه المنظمه للبطوله، ده عمل لصالح النادي. لا انا بجيب او راس بعثه، انا بجيب انا باشرف اشراف عام، لكن رئاسه اللجنه او رئاسه لجنه منظمه او الكلام ده، دي اداره محترفه انا من فوق بشرف عليهم، والادارات المحترفه هي اللي تنظم هذا الحدث. لا انت بتقول باجر بمقابل او بدون مقابل؟ ما هي حته بدون مقابل هي اللي ملخبطانه. بمقابل مفهومه، بمقابل محظوره، انما اللي ملخبطانه ان بدون مقابل يعني على حاجات كتير. انا اجي اقول مثلا اتفضل، يعني مثلا ايه رئيس لجنه الكره؟ كويس، هي لجنه الكره دي هي او اي لجنه من لجان الالعاب، مش دي بتتخذ قرار تنفيذي؟ ايوه، هذا القرار ممكن لجنه الكره دي تبقى متطوعه بدون مقابل، ولكنها بتتخذ قرار تنفيذي، فكيف لعضو مجلس اداره بيتخذ قرار نفسه؟ ما هو ده سؤالنا، ما هو ده سؤالنا. يعني إذن يعني خلينا في الكيس اللي احنا فيها دلوقتي، النادي الاهلي مجلس الاداره فوض المهندس محمود طاهر بالاشراف على الكوره، او فوض الاستاذ مروان او الدكتور مهند بطولة افريقية، ببطولة افريقية او بقطاع في النشاط الرياضي، مش هيحصل بعد طبعا بدون مقابل، اللائحة بتمنعه. الاشراف ليس عملا تنفيذيا، ليس قرارا تنفيذيا. الاشراف ده انا بشوف ايه الاشكاليات، بشوف ايه المواجهات، بس بياخد قرار، بس بياخد قرار حتى يعني بيبقى لا يعني خلينا نصيغها بطريقة تانية يا دكتور، يعني ما يبقاش رئيس اللجنة المنظمة، انما يبقى مشرف. يعني هتجيب رئيس للجنه المنظمه؟ تمام كده يا باشمهندس، ويبقى مشرف من قبل المجلس يراقب الاداء. انا ببقى مشرف حلقه الوصل بيني وما بين، ولكن ليس له قرار للعمل، هو حلقه وصل وليس له قرار وليس له توقيع على اي شيء، وليس له قرار وليس له توقيع، هي حلقه وصل بينه وما بين مجلس الاداره. عشان كده حته او دون مقابل يعني كانت عايزه توضيح، هي اللي عايزه توضيح او ينص على حته حظر العمل التنفيذي تحديدا، دي مقترح يعني للتوضيح. خلي بالك يا باشمهندس، خلي بالك استاذ ابراهيم، اللائحه دي هيستتبعها لوائح تنفيذيه مؤكد لكل في تخصصه. طيب في بقى برضو ماده تاليه ليها مرتبطه بيها عايزه توضيح، الماده 42. لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس اداره اي هيئه رياضيه. يعني انا هنا المفترض اقول عضويه مجلس اداره النادي الاهلي، لان دي لائحه النادي الاهلي، انا مش معني باي هيئه رياضيه اخرى، لكن الصياغه هنا عايزه ضبط شويه يا دكتور. يعني بدل حته اي هيئه رياضيه لازم تبقى لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس اداره النادي وعضويه مجلس اداره الشركات المنشاه على احكام القانون او وفقا لاحكام القانون. يعني ايه الشركات المنشاه على وفق احكام القانون؟ شوف حضرتك طبعا، او العمل يعني بقيه الماده، او العمل لديها بمقابل او دون مقابل. ولا يجوز لاعضاء مجلس اداره الهيئه اللي هو المفترض النادي برضو ينص يعني على النادي، الهيئه دي لازم تتشطب ويكتب النادي العمل بالشركه. طبعا هي في المراجعه في الصياغه ممكن تتعدى. ايوه طب بعد اذنك انا هحطها قدامي. هيا يا دكتور هشرب الهيئه، هحط النادي. النادي عشان هي النادي، انا معني بالنادي مش باي هيئه. بص يا استاذ ابراهيم، قبل انقضاء سنتين، عايزك تفككها لنا، يعني ايه قبل انقضاء سنتين على الاقل من تاريخ عضويتهم بمجلس اداره الهيئه؟ يعني عضو مجلس اداره النادي الاهلي ما ينفعش يبقى. اتفضل. بص يا استاذ ابراهيم، انا الماده دي انا كمحمد صلى الله مش موافق عليها، ولكن انا مجبر انها احطها، لان للاسف القانون وضعها. القانون حضر على اعضاء مجلس الاداره المهندس عدل القيعي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، لا يجوز له أن يكون عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم. أيوه ده شركة الأهلي الإنتاج الإعلامي. تمام. وعلى فكرة ده مطبق من المجلس السابق يعني.
رغم ان ده ما فيهوش اي سند قانوني دولي، يعني ما فيش ما يمنع هذا الامر في الجمع طالما ان انت بتقر بعدم اكتساب اي ارباح ماليه نظير الاداره وانت عضو مجلس اداره النادي، فما فيش ما يمنع. لان انا هدي لك امثله، نفترض ان احد اعضاء مجلس الاداره المنتخب من رجال الاعمال الكبار وانت استثمرت في النادي، الشركه اللي اسست دي بقى ليها كيان وبقى ليها جمعيه عايز تستفيد بخبرته من المساهمين. ايوه تمام. أيوه. اختاروا انه يكون رئيس مجلس اداره الشركه، ايه اللي يمنع ما بين الكلام ده؟ طب رئيس رابطه الدوري الانجليزي المهندس عادل فقيه يعلم ذلك، هو رئيس اتحاد الكوره. واخد بال حضرتك؟ مفيش ما يمنع هذا الكلام، ولكن انت امام قانون حط لك النص ده هو. فانا كان، لكن انا لو ما كانش في نص يمنع في القانون كنت مع جوازيه الجمع بين عضو مجلس إدارة النادي وعضو مجلس إدارة أي شركة. لأن خلي بالك يا باشمهندس وخلي بالك يا أستاذ إبراهيم، هذا النص في منتهى الخطورة. أنت لما هتؤسس شركة الأهلي لكرة القدم أصبحت مجلسا للإدارة مختلف عن مجلس إدارة النادي. تمام. لو طبقت قواعد الاحتراف في اتحاد الكرة هيبقى مجلس إدارة الشركة ده أو الشركة دي هي اللي هتسجل في رابطة الأندية المحترفة وليس النادي، وهيبقى منفصل عن النادي، هيبقى منفصل. فتخيل بقى الاهلي بكيانه الكبير بمجلس ادارته ده كله لن يكون له علاقه بكره القدم في اتحاد الكوره. تمام. بس انت قلت كلمه دلوقتي عايزه، يعني هي ملهاش علاقه بالقانون هنا، بس بتقول ان رئيس لجنه الرابطه هو رئيس الاتحاد الانجليزي. انا اعتقد انه بينتخب وبيبقى متفرغ ومحترف. نائب رئيس الاتحاد الانجليزي هو رئيس الرابطه. قبل كده كان جامع ما بين رئاسه الاتحاد ورئاسه الرابطه، لما ساب الاتحاد ده ابوه برضه رئيس للرابطه. انا قصدي فيه اللي هو ريتشارد جيل اللي يمنعني. سير ريتشارد جيل؟ ساعه لما انت رحت وخدت الدوره في انجلترا، فاكر يا كابتن باشمهندس عادل؟ كان هو اللي جامع ما بين الاثنين. تمام. فانا بقول ايه اللي يمنع؟ انا دلوقتي راجل استثمرت في شركه الاهلي لكره القدم، الجمعيه العموميه للشركه جابتني رئيس مجلس اداره، ايه المشكله اللي انا امنع طالما ان الشركه دي تندرج تحت مظله النادي؟ خلينا في اللي مكتوب، هنعمل ايه؟ ما ضرر ايه مكتوب؟ خلاص في اللي مكتوب، ما دام هينفع ان عضو مجلس اداره النادي يبقى عضو مجلس اداره الشركه او اي شركه ثانيه. تمام. في الماده نفسها بقى 41 في نقطه لازم نتداركها يا دكتور، لا يجوز الجمع بين عضويه اكثر من مجلس اداره ناد، ولا يجوز الجمع بين عضويه النادي وعضويه مجلس اداره اتحاد رياضي. هنا مش عضويه نادي، عضويه مجلس اداره النادي. ما هي عضويه، لا 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 مش هي لا الصياغه، بس استنى عشان الصياغه، لانه عضويه النادي في 140 الف عضو في النادي، واخد بالك؟ بالنص ده لو التزمنا بهذا النص الحرفي اي عضو في النادي الاهلي ما ينفعش يبقى عضو في اتحاد الكره او اي اتحاد. يعني وجود، يعني عايزين نضيف كلمه عضو مجلس اداره، مش عضو نادي، عضو مجلس الاداره. لا يجوز الجمع، لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس اداره النادي وليس النادي فقط. يعني برضو نضيف كلمه ايوه عضويه مجلس اداره النادي بالظبط. لا مجلس اداره هنا فاصله، لانه كده العمليه يبقى هنا بوريده ومجد عبد الغني واحمد مجاهد وكل اللي موجودين من اعضاء الهيئه عشان نجري. هو مقتنع معاك، هي نص الجمع ما بين عضويه مجلس الاداره، هي سوء صياغه، هي يعني انما مش سوء صياغه، سقط سهوا، سقط سهوا. بس يعني لانه ده تشريع يا دكتور. في جزئية التجنيد برضو محتاجة تفسرها لنا شوية. في شروط الترشيح، في شروط الترشيح اتفضل برضو في المادة 42 نفس الشيء. لازم يتقال مش أي هيئة، مجلس إدارة النادي. 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 أي كلمة الهيئة تستبدل بالنادي. اتفضل يا دكتور. افتح بس لحضرتك الجزء اللي بتاع التجنيد، شهاده اداء الخدمه العسكريه او ما يفيد الاعفاء منها طبقا للقانون. تمام. دي الماده كام يا دكتور؟ دي كام الماده اللي هي الخاصه، الماده الخاصه بالترشح اعضاء مجلس الاداره؟ تمام. اتفضل اقراها من عندك برضه يا استاذ ابراهيم، عشان يبقى انت حضرتك يعني المشاهدين متابعين معاه، فاقراها من عند حضرتك. هي مادة كام؟ أنا كانت قدامي خاصة بترشح مجلس. أيوه، ما أنا عايز أعرف. أنا اللي هي في المشكلة، بس إن أنا عندي اختلاف في أرقام المواد. أيوه في عملها. هي لسه كانت قدامنا دلوقتي عادي. هي عموما يا دكتور هتلاقيها قبل اختصاصات اجتماعات مجلس الإدارة. هتلاقي حضرتك يتقدم المرشح أو وكيل عنه بالتوكيل وهكذا. على العموم التجنيد
اما ان يكون ادى الخدمه او يكون قد اعفي منها بالطريق الرسمي. تمام. او بالطريق القانوني الذي ينفذ. هنا يحضرنا سؤال. ها؟ واحد رشح نفسه اهي يا دكتور، ان يكون قد ادى الخدمه العسكريه الالزاميه او اعفي منها طبقا للقانون. نعم. يعني حل تاني. يعني لم يصبه الدور غير لائق طبيا، لكن ما يدخلش فيها التأجيل. انه ممكن يكون لم يحدد موقفه بعد، لان انت اديت سن اديت سن الترشيح 21 سنه مش كده؟ يعني نعم. انت عندك عضوين تحديدا للشباب تحت 35 سنه، تحت ال 35 يبدا من 21 سنه. لو شاب عنده 21 سنه اترشح وتحقق القانوني وفقا لده، ما لم يصير السن بتاع حسم السن التجنيد في مصر عند سن ال 30، يعني عند سن ال 30 35 لا 30 سنه بيتحدد موقفه، يا يعني اما ياخد اعفاء يا اما يتحدد موقفه. هل لو عنده 21 سنه وترشح هو لا اعفي لسه ولا اداها؟ قد يكون مؤجل لسبب اجتماعي او لسبب ارتباطه بالتعليم. فهنا لازم يضاف، هنا لازم يضاف حاله ثالثه بدل ما بقول او اعفي منها او تقديم ما يفيد موقفه من السجلات العسكريه. عشان كده احنا قلنا ايه؟ قلنا لا. لان انت عندك حاله واحده بس اللي هي فيها الاشكاليه دي. الشباب. اما اللي هي فكره ان انت بتروح مثلا تاخد تاجيل 3 سنين. تمام. تمام؟ تمام. طب ده ايه؟ هو ده ادى الخدمه؟ لا. او ما اداش أو ولم يعفى منها بعد، ولم يعفى منها بعد، مؤجل. بس. أنا بيبعت لي بخاطب بيجيب لي من جهة التجنيد بيقول لي والله لا هو في الانتظار، هو لسه ما أداش الخدمة، هو طيب. من الممكن أن يكون عشان كده لازم ينص على ده. مش أنت عايز بس عشان ما يبقاش هو، قول له عايزين الصياغة، يعني ضبط الصياغة. مش خلاف على المادة. ما هو عشان ما نخشش في ديبيت، أنت خلاص عايز الهدف من الموضوع انه يثبت انه لم يتهرب من الخدمه العسكريه، مش كده يا دكتور؟ بالظبط. ان احنا ان هو الراجل ما اداش خدمته العسكريه وبعد كده عدى 30 سنه وبعد كده تصالح، لان دي بتبقى عقوبه ودفع المبلغ المالي. انا عايز اجي هنا بقى يا دكتور، عايز اجي هنا. نعم. انت لما بتيجي في جرائم المخله بالشرف ها بتقول ايه؟ بتقول ان هو يعني ما صدرش ضده احكام جنائيه أو تهم مخلة بالشرف ما لم يرد له اعتباره. نعم. يعني إذن أنت ممكن يبقى اتحكم على واحد وبعدين راح الدولة ردت له اعتباره. اللي بيتصالح مع الجيش ما هو نفس القصة، هو راح وإلا الجيش كان قبض عليه وسجنه. لكن هو بيروح بيسوي موقفه من الجيش، يعني كان بدل كل الالتباس ده نقول يجيب ما يفيد من الجيش موافقته على الترشيح. السجلات العسكريه بالظبط. موافقته على الترشيح. بس احنا لما انت بتصيغ، انت بتتكلم على رياضه، بتتكلم على نادي رياضي بيحث على الانتماء، بيحث على الولاء. انا مش مع ما انا بقول لحضرتك انا بكلمك ان طب وبيحث على الفضيله، يبقى برضه اللي خد حكم ما تديلوش فرصه انه لو رد له اعتباره ترجعه. بس هو ده ما ده خلي بالك اللي بيهرب اللي بيهرب من التهمه العسكريه بيتحاكم وبعدين بيغرم او بيتسجن وبعدين بي 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 ممكن يرد له اعتباره. في الحاله دي هتعمل ايه؟ يعني هو ما انا بقول لحضرتك انا دلوقتي لازم انا قلت في الاخر او اعفي منها طبقا للقانون. طبقا للقانون دي بقى بتحط لي كل الحالات، يعني تنطبق عليها الحالات دي. يعني لو جاب لو جاب من السجلات العسكريه ما يفيد انه ليس عليه ليس مطلوبا وليس عليه احكام تحول دون ترشيحه، هتقبل انت بالورقه دي؟ ما هو انا قلت او اعفي منها طبقا للقانون. لكن لما انت تيجي تسالني بقى انا كراجل مشرع بحط اطار، واحد عارف ان هو عنده جيش وراح وسافر وقعد والكلام ده كله وما رضيش يجي، انا ما اقدرش يعني انا كمحمد صلى الله ما اقدر انا كشخصي، لكن انا كراجل بحط بالتشريع لنادي ولا الكلام ده ما اقدرش اقول كده. بقول ان انا والله قدام حالتين، اما ان انت تكون اديت الخدمه العسكريه تجيب لي شهاده وتقول لي ان انت اديت، او ان انت ما تكونش اديت الخدمه العسكريه تقول لي شهاده ان انت أعطي. انا بس عايز المسطره بتاعه المتهرب من الخدمه العسكريه زي المختلس وزي المجرم وزي اللي عمل جريمه وارد له اعتباره، مش اكتر من كده. يا الاثنين ما يخشوش، وده الافضل،
لان في الحاله دي انت برضو نفس القصه، انت ما هو انت عايز عنصر لا تشوب شائبه في مجلس اداره النادي الاهلي او في رئاسة النادي الاهلي، يبقى لازم الافضل ان ما يكونش في ماضي شوائب. ايوه بس احنا بنتكلم على مجلس، فما تقولش الواحد ما لم يبرأ منها وتقول للتاني انا مش واخدك حتى لو برئت منها. طيب وفي نقطه مهمه انا عايز اكد عليها، اشكاليه اللجنه الاولمبيه الدوليه دلوقتي مع اللجنه الاولمبيه في الهند، ان الهند عايزه تعترف بالناس اللي كانت عندها احكام، بيقول لك والله هو ادى عقوبته، ليه افضل حرمه طول حياته من ان هو يترشح لمجالس ادارات المؤسسات الرياضيه؟ دي مشكله رئيسيه ما بين اللجنه الدوليه. مش قدوه هو الراجل الرياضي ده، مش قدوه. اه طب ازاي ناخد قدوتي من واحد عنده اشكاليه؟ هي القانون بيحسم المسائل دي. لا انا معاك، أنا على فكره انا معاك في انك تحط الضوابط لاستبعاد كل من تشوبه شائبه، بس صحيح. انا عايز المسطره تبقى النص فيها مش معقوله المختلس طيب. يميز عن المتهرب يعني. اخيرا يا دكتور، بالنسبه للشرط العلمي من ضمن الشروط ان يكون ان يكون حاصلا على مؤهل عال بموجب مستند رسمي من قبل الجهه المختصه بذلك داخل الدوله. النص على داخل الدولة، يعني أنا لو خريج جامعة في واشنطن ولا في كاليفورنيا، أوكسفورد مثلا، أنا خريج أوكسفورد، أنا مش هنا داخل الدولة، هل ده مش مؤهل عالي ولا إيه اللي بيحصل؟ شوف حضرتك النص ده بالذات أنا اللي صفته. أه حضرتك عشان خاطر بس نوضح الحقائق في هذه المشكلة. اتفضل. وكانت السيناريوهات إن أنت من حقك إما إن أنت تخلي كل مجلس الإدارة مؤهلات متوسطة، إما كله مؤهل عالي عشان تقدر يبقى دستوري، ما ينفعش تقول إن رئيس النادي مؤهل عالي والأعضاء متوسط والعكس صحيح. يا كله متوسط يا كله ما عالي. ينفعش التفرقة بين الرئيس والأعضاء طبعًا. ما ينفعش. فأنا كانت وجهة نظري إن ما ينفعش الأهلي يدار بمؤهل متوسط. اتفقنا أو اختلفنا. وفكره ان انت بتقبله كعضو دي قضيه. انا بتكلم بس على حته داخل الدوله، يعني لو خريج اوكسفورد ما يترشحش. انت رحت خدت من امريكا. انت رحت خدت زي بالظبط احنا مثلا هنا في الامارات، انا باخد شهاده دكتوراه من مصر، لازم عشان يتم العمل في الامارات يجب ان تعترف فيها الدوله من خلال المعادله الرسميه العلميه. نفس الحكايه بس النص هنا ما بيقوليش اعمل معادله يا دكتور، بعد اذن حضرتك. النص هنا ما بيقولش تعترف بيها من خارج، مش معادله، بتعترف بيها. يعني هو الراجل الجهه المسؤوله عن الاعتراف بالمؤهلات العليا في الدوله دلوقتي، ما كنتش اقدر اقول المجلس الاعلى للجامعات لان ممكن الجهه دي تختلف في المستقبل، فقلت جهه معترف فيها داخل الدوله. يعني مثلا ممكن من خلال السفاره، مثلا انا في امريكا وخدت بكالوريوس من جامعه، ممكن السفارة تعتمد لي على اعتبار انها مدركة ان مثلا جامعة كذا يل ولا جامعة الكاتيجوري بتاعها ان هي كذا هما ولا يعني في جامعات مشهورة على مستوى العالم تقول ايوة دي جامعة بتدي، يعني مش يعني مش ممكن اعتمد انا معهد كذا اسمه ايه اللي عندي هنا ده اي معهد وما اعتمدش جامعة مثلا زي هارفرد مثلا. انت خد اللي انت عايزه من بره، في النهايه هتيجي بالشهاده دي مصر، عندك وزاره التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات يجيب لنا جواب او افاده رسميه يقول ان تلك الشهاده تعتبر مؤهلا عاليا معمول بيه في مصر، خلاص كده. طيب هنا بقى هنا انا لو اضفت كلمه تعتمد هحل اللبس ده، لانه لما يتقال ان يكون حاصلا على مؤهل عالي بموجب مستند رسمي من قبل كذا داخل الدوله بتبين لي ان انا لازم أن اكون خريج داخل الدوله، بينما اللي حضرتك تقصده ان الشهاده تعتمد من جهه رسميه داخل الدوله. ده انا بالعكس، ده احنا فاتحين النص، انت تجيب اي مؤهل عالي كويس بموجب مستند يعتمد أي ممكن نضيف كلمه يعتمد بموجب مستند رسمي يعتمد من جهه مختصه داخل الدوله، يعني ممكن اضافه كلمه يعتمد بس بالنص ده لو حضرتك قريته تاني معترف بيه من قبل. ايوه معترف أم معتمد، يعني ما هتعتمده في الاخر عشان بالشكل ده اي حد خريج بره مش هيقبل. لا 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 بالعكس، كل واحد خريج معاه مصر. انا فاهم اللي حضرتك تقصده كمشرع، بس انا بقول لك النص ده يقيدك بالشكل ده. اذا بنقترح ولك ان يعني برضه خلي بالك يا باشمهندس، خلي بالك ده النص العام، في النهايه هتيجي لجنه الانتخابات هتقعد وتقول شروط الترشح اهي، المرشح اللي هيروح يجيب الاشتراطات اللي هتحطها، انا احنا بنحط نص عام. ما نريح الناس من دلوقتي، ما نسيبهاش لاخر وقت. قول ما يعتمد من يعتمد بس خلاص، كلمه يعتمد تضاف تحل الاشكاليه. طيب الـ النموذج المعلن
امتى يكون قابل للاضافه عليه او الحذف منه يا دكتور؟ قبل العرض على الجمعيه العموميه ولا بعد الجمعيه العموميه وقبل مجلس الاداره؟ امتى؟ بص حضرتك، هو طبعا الملاحظات دي من الممكن دلوقتي ان مجلس الاداره يكون سامعنا، وممكن يكون ملاحظات حضرتك الكلام ده ممكن ان هو يعدل فيها قبل ما يبعثها بالخطاب الرسمي او بعد قبل ما بدل ما تبعتتش يعني يا ابراهيم ده يعني ده مشروع لغايه لما تعلن على الملأ. يبقى هو تعلن رسميا يجوز ان انت تعدل من لفظ، تعدل من وهو ما يجي اعلان هيختم على الاعلان من الناحيه القانونيه، التعليق في لوحات الاعلان ووسائل الاعلان بتاعت كل صفحه ضروري ولا ترسل للاعضاء؟ اللي هي حددتها القواعد الاجرائيه الخاصه ان انت بتبعت للاعضاء عن طريق بقى الاعلان، عن طريق النشر في الجريده الرسميه. واظن لازم تختم كل صفحه ولا مش ضروري؟ نعم يا فندم، لازم تختم كل صفحه بختم النادي ولا مش ضروري؟ يفضل هو ده تختم كل صفحه بختم. ده اللي دي الصفه الرسميه. قبل ما تختم وقع منك كلمه وتوضيح زي اللي بنقوله، علشان كده النادي مليء بالكوادر القانونيه والفاهمين جدا في الصياغات شيء والقانونيه شيء. يا ابراهيم لازم يطرح للحوار فعلا مجتمعي بين الاعضاء، هتلاقي اضافات كتيره برضه، مش اضافات، تعديل في تعديل ضبط. يعني انا بقول لك ضبط الصياغه، لان ضبط الصياغه غير المناقشه القانونيه. بالظبط، المناقشه القانونيه دي عايزه قانونيه، زي ما الدكتور كده بيدي لك روح الماده. ايه الهدف منها؟ لكن ممكن تكتبها لا تؤدي الغرض من مش كده ولا ايه يا دكتور؟ احنا برضو عايزين ناكد، احنا يعني انا 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 خلي بالك، هو العمل كان مقسم ما بين طبعا استاذ رجاء عطيه، هو صاغ اللائحه بصفه عامه من الناحيه القانونيه ومن ناحيه الدباجه القانونيه خاصة بمراجعة المستشار عبد المجيد محمود. أنا كانت عندي بعض الومضات في بعض الأمور، يعني أنا اهتميت جدا بالجانب الاستثماري، الجزء اللي فيه الجانب الاستثماري، إن النادي يعمل بقى مستشفيات طبية، وده غفله القانون للأسف. تمام، ما بس القانون مش مديك الحق في الإطار العام؟ لا، ما ادانيش الحق. يعني من المفترض طبعا قوانين زي ما احنا بنصيغ دلوقتي في العديد من الدول، ان انت بتديني بقى ايه هي المجالات، ايه ضمانات وحوافز الاستثمار الرياضي، ازاي الدوله تشجعني على الاستثمار الرياضي، العلاقه الضريبيه. طب دي مهمه قوي دي يا دكتور. ما انا بقول لحضرتك القانون غفل ده يا باشمهندس عدل للاسف، واخد بالك؟ بس طب ما غفله كويس كده، ولكن هناك مبدا قانوني، القصد الاصل في الامور الاباحه ما لم ينص بالحظر. يعني انا اخده بالمفهوم العكسي، طالما انك ما حظرتش عليا فهو مباح. يعني في الاول كان يقول لك ايه يا دكتور، تعريف النادي حتى هي انديه خاصه ذات نفع عام لا تستهدف للربح. انت لو شلت لما تشيل الجمله دي يبقى انت اديتني الحق ان انا بقيت شخص اعمل اللي انا عايزه، يعني ما قلتليش ما تربحش. أيدني يعني جه أيدني مثلا بموضوع الشركة المساهمة. طب افرض أنا عاوز أخش في نموذج آخر من الشركات معمول بيه في نظم العالم مثلا، يعني معظم الشركات دلوقتي في العالم شركات ذات ملكية فردية. افرض أنا عايز أخش في شراكات ليه أنت مأيدني ملكية فردية؟ نموذج. يعني في شركات ومؤسسات في الأندية العالمية ملكية فردية، بيبقى خلاص طالما تخطيت 80% من الإجمالي الأسهم اللي عندك بقت أنا. ما هو أنت بقى هتدخلنا إن ممكن واحد يجي يشتري النادي ويعمل شركة وبعدين انت ليه تخش في قصه؟ يعني احنا قلنا ان الانديه الرياضيه دي يا باشمهندس عدلي، والنقطه دي برضه يا باشمهندس نقطه مهمه جدا، نادي زي النادي الاهلي ما ينفعش يعمل شركه مساهمه في كره القدم. شركه مساهمه في كره القدم هتبقى هي صاحبه القرار والملكيه الاصول الثابته والمنقوله لقطاع كره القدم في النادي. ايوه طبعا، وبالتالي تستطيع ان تغير من الاسم، تستطيع ان تغير من اللوجو، تستطيع ان تغير من الهويه، تستطيع ان تتحكم في اداره الاصول. عندي اقتراح بحل كده، ما اعرفش يكون مناسب ولا لا، انت تقدر تراجعني فيه. دلوقتي انا عندي شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، ولما جينا عايزين نمارس التسويق اضفنا عليها اغراض اخرى والتسويق. على فكره ممكن نضيف واداره كره القدم ونخلص من الليله دي. ايه رايك؟ يعني انت بص حضرتك في حلول كثيره، لكن انت لما تسالني عن رايي الشخصي انا مع رؤيه ان اولا القواعد الاحتراف ما الزمتنيش ان انا اعمل شركه، ما حدش الزمني في الاتحاد. يعني ما حدش الزمك؟ امال مين اللي بيلزمك؟ ما فيش الزام، الاتحاد الدولي الزمك ان تفصل ميزانيه كره القدم عن ميزانيه النادي، وده اللي احنا عاملينه بحساب بنك مستقل، وده تقدر تعمله بحساب بنك مستقل بقطاع اظن مستقل. ده معمول اوريدي مستقل. معمول ده معمول حاليا ده بدليل ان في اسمه رئيس قطاع كره القدم بالظبط بميزانيه مستقله. تمام كده،
انا مع بقى، ولذلك احنا هنا حطينا في النص، انا في النص ده هو فتحنا ان انت يجوز ليك تعمل حساب بنكي. انا بقى مع فكره ايه؟ مع فكره ان انت تعمل شركه اداره، النادي الاهلي نفسه يكون شركه اداره مش شركه ملكيه، عشان ما تتنقلش ملكيه كره القدم الى ملكيه الشركه المساهمه، تبقى شركه اداره. تمام، وده نقاش زي الشراكه اللي بين الاهلي والقناه. برافو عليك، برافو عليك يا باشمهندس. وده نقاش احنا دخلنا فيه مع الكابتن حسن حمدي في مجلس الكابتن حسن حمدي في وجود كمان الاستاذ محمود بجانيد وهكذا. ما اصل انا حضرت ولاده هذا الامر يعني. موجود. وانت كنت موجود يا باشمهندس. شركه الاداره دي تتعاقد مع النادي ويبقى ليها نسبه من الحصص الربحيه، كده يبقى النادي هو اللي مسيطر، هو اللي بيدير. طب الوضع الحالي يسمح لي بهذا يا دكتور؟ وفقا للائحه يسمح دلوقتي، وفقا للائحه دي اذا تم الموافقه عليها احنا انا حطينا كل الاحتمالات، حطينا كل الصياغات، تعمل حساب بنكي يجوز، تعمل شركه اداره يجوز، تعمل شركه مساهمه يجوز. الامر راجع للجمعيه العموميه بقى، هي التي تقرر، لان كده كده في النهايه لما هتيجي تفصل كره القدم باستقلاليه مطلقه لازم تاخد موافقه الجمعيه العموميه، هي بقى اللي تقر عايزاها بقى شركه مساهمه، عايزاها شركه اداره. لكن انا بقول لحضرتك من وجهه نظري كمتخصص، انا مش مع ان الانديه الشعبيه تعمل شركات مساهمه، لان ده بيمثل خطوره كبيره جدا على هويه تلك الانديه، والقانون للاسف خطا في هذا الامر انه اداها الحق في عمليه تاسيس الشركات المساهمه. اداها؟ امال احنا عملنا شركه الاهلي ازاي؟ ها؟ انا بقول لحضرتك اعمل شركات المساهمه في مجال الخدمات. بس هو 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 اصل الصيغه اللي طلعت من وزاره الشباب وقتها للجنه، وانا كنت عضو في اللجنتين، للجنه الشباب والرياضه في مجلس الشعب، واتخذ عليها موافقه شركه اموال، ها؟ انت حصتك فيها 24% كنادي، وقالوا عشان ما تخضعش لرقابه الاجهزه الرقابيه التقليديه وتكون يعني طارده للمستثمرين. صحيح. خلي بالك انت عملتها كمان على القانون القديم، انت ما عملتهاش على عملناها على القانون القديم طبعا. مش قانون قديم ده، احنا عملناها على موافقه استثنائيه من مجلس الشعب. لان انت المشكله بس هنا في النص انه فتح التاسيس، فبالتالي انت وفقا لقواعد الاستثمار من الممكن ان يتم الاستثمار خارجيا ويجي لك ناس من بره يضخوا اموال في تلك الشركه. المشكله هنا ان طبيعه الانديه بتاعتنا غير طبيعه، انت سافرت اوروبا يا باشمهندس عدلي وعارف طبيعه الانديه عندنا غير طبيعه اوروبا. انت عندك انديه مش عارفين لغايه دلوقتي هي مملوكه لمين، مملوكه للدوله ولا مملوكه للاعضاء ولا ملكيه عامه ولا نفع عام، مش عارفين. فبالتالي لما هتيجي شركه كره القدم المنقوله والثابته هتبقى هي المتحكمه، هل بقى الشركه دي هتقول لك والله اللي يخش قطاع كره القدم الملعب او الاستاد او الصالات او الكلام ده له رسوم وله اجراء، مش تقدر تقول لها لا، مش هتمنحها. طب هتقدر تتعامل ازاي في الاطار ده في نادي كبير؟ تم تجاوز هذا الامر في اللائحه دي. اللائحه احنا عالجنا هذا الامر بحيث نحفظ حقوق النادي الاهلي وحقوق اعضائه فيما يتعلق بكره القدم، ونضمن سيطره وهيمنه مجلس الاداره على نشاط قطاع كره القدم. والصراحه مجلس الاداره كان بيؤكد دايما على هذه الجزئيه حفاظا على هويه واسم وقيمه النادي الاهلي. هستاذنك ان احنا يعني هنقرا الجزئيه دي لان الحقيقه ما قريتهاش، ونبقى بعد كده مرة تانية لحضرتك، لأن مهم جدا هذا الحوار حوالين اللائحة لحث فعلا الأعضاء. احنا بنحاول نفهم الناس، أنت رايحين تصوتوا على إيه بس؟ بالظبط. تحت أمرك، تحت أمرك. مجهود مشكور ليك يا دكتور، هذه اللائحة وإن شاء الله تلقى هذه الثقة من الجمعية العمومية بإذن الله. لا إن شاء الله، تحية. شكرا جزيلا للدكتور محمد. شاكرين جدا جدا على سعة صدرك. ضحكوا عليك وخدعوك فقالوا الكرة توحد العرب. بعد الفاصل.